صحية اللي هي مثلا الدحي المطبوخ، البيض المطبوخ، أو نعطيه سكينة، سكينة بزيت الزيتون تحت العين. يمكن نبيش بالدماغ، مازلنا في البسيط. عشرة ماء من رأس على الفار قاعد شو شمرات تسحبها هي الكترونية نعطيك كم ورقية اللي ممكن الاستفادة من العلاجية راح يقدمها الدكتور علي مسعود في الدخول. لما يرفع السكر في الفرق في المرحلة دي وياخذ انسولين بعد 6 ساعات الى 8 حيرد ينهبط عنده السكر الاخر هيهبط فنضطر نعطيه حاجة حلوة يعني طرف كيوي نعصر عليه في كباية 200 ملي مية حتى الطفل السليم طبعا السكر يكون قليل جدا لان باش نتفادى ان الصندوق فيه مواد حافظه وفيه املاح زايده فالطفل يبدا يشكي من والاكل الصحي لان الاكل الصحي ما يفيدش مريض السكر بس حتى الاطفال نحاول نركزوا على الطفل لان الطفل في مرحله النمو الطفل اذا طفل نظام غذائي على حسب وزنه وحسب طوله مع ان ياخذ وجبه الفطور اللي هي تحتوي على يفضل نشويات هنا زي الحليب او ملعقتين تونه بزيت الزيتون يفضل ان الفائده من زيت الزيتون افضل من الزيت عبد الشمس عامل انا مع انا كوني اخصائيه نتعامل مع المدرس ونقول له لو هو جاع او شعر بالعطش فلازم حتى في الفصل عادي ياكل عادي حتى تبقى متوفرة في حجه المسعف بالظبط حاجه عاده صحيه زي ما نقول مثلا اليوم ورشة عمل خاصة بمكتب الدعم النفسي والاجتماعي برعاية مستشفى السكري والغدد الصماء بمدينة المرج بالتعاون مع مكتب الخدمات الاجتماعية والصحة المدرسية حلقة كانت بعنوان الاستجابة النفسية والاجتماعية والصحية للتعامل مع أطفال السكري من النوع الأول لقيت أنا طبيب التغذية علي مسعود محاضرة بعنوان كيفية التعامل مع الطفل المصاب بمرض السكري من النوع الأول كيفية التعامل معه من ناحية النظام الغذائي كيف نعطيه السعرات الحرارية وحسبة النشويات اللي هي الكربوهيدرات مع مريض السكري من النوع الأول كيف نعطيه الغذاء مع الدواء ألقت الدكتورة فاطمة الصالحين طبيبة الأطفال محاضرة بعنوان كيفية إعطاء جرعات الإنسولين لمرضى السكري من النوع الأول كانت في استجابة عالية كان في تبادل حوار في ورشة العمل وكان في حلقات نقاش كانت مفيدة جدا للطرفين حبينا نوصل رسالة للأولياء الأمور اللي عندهم أطفال مرضى سكري بأنهم يتواصلوا مع الأخصائي الاجتماعي والمسعف الصحي والمرشد النفسي في المدرسة التواصل مهم جدا بين الأسرة اللي عندهم طفل مريض سكر وبين المرشد الصحي والنفسي في المدرسة كان ما بيجي ياخذ مني فنجان قهوه ويشرب اوليها غير تساعده والله لا فيش كان مريض سكر عادي هو مريض سكر عينه ونحكوا على مريض السكر مسيبين الطفل السليم ايوه مسيبين الطفل السليم في وقت حيصاب بالسكر في القضايا زي البانيا مهمة جدا فاصوليا بسيطة أنا جيت حضرت ندوة السكري عند الأطفال للاستفادة وقد استفدت اليوم بشكل مباشر لأن عندي طلبة في الأساسي طلبة في الثانوي مرضى السكر فحبيت أني نشارك ليش؟ لأن المشاركة هذه تخليني أني أنا نستفيد وكيف نتعامل مع طلب السكري في المدرسة فاستفادت من الدكتورة فاطمة الصالحين كيف نتعامل مع مرضى السكري الأطفال استفدت مع الدكتور علي مسعود التغذية عند الأطفال في المدرسة وكانت الاستفادة ممتازة جدا أنا بالنسبة تواجهني مشكلة عند أولياء الأمور ليش؟ لأن لما نتعامل مع الطفل كذلك هو يشعر بالخجل قدام الطلبة في المدرسة إن مريض سكري فهذه حاجة عادية يعني تعرضوا معها مرة أنا بروحي نتعرض لها المشكلة هذه فنحب إن أي طفل عنده سكري أو كولي أمر إنه يجي يتعامل معنا نحن مدرسة عامة نساعده في الطفل ما نقضوش على المشكلة نساعده مشكلة الطفل في السكري عند الأطفال يقعد السكر العادي عادي يعني لكن السكر تراكمي أعلى يعني يتابع نفس النظام اللي انت تحكي عليه تو نفس النظام زي ما قلت هو شوفان دايت مهم قاعد في السوق اكلنا السوداء شويه اكيد دعت الحاجة إلى إعداد مثل هذه الدورة للوقوف على المشاكل وطرق المساعدة للأطفال السكري داخل مؤسساتنا التعليمية المستهدفين من ورشة العمل عدد كبير من المرشدين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين والمسعفين الصحيين داخل مدارسنا الشعير لأن فيها القشرة الخارجية هي مفيدة فيها فيتامين ومينرال فيتامينات ومعادن لكن الطفل دليل أخر حيث السكر بتاعه بدأ بأنه يأخذ مثلا نص مربى أو حلوة معجونة أو زبدة